أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. المدى العراقية في ذي قار 24 تفجيرا وجريمة اغتيال طالت المحتجين في شهر ونصف. العربي الجديد: أمريكا تحاصر الحشد الشعبي بالعقوبات. القبس الكويتية: مفاوضات بايدن طهران قاب قوسين. وفي تقرير للدستور الأردنية: العام الثاني للجائحة قد يكون أصعب. من المقالات يكتب لويس إقليمس في الزمان العراقية: البحث جار عن وطن مفقود. ويكتب أشرف محمد في أخبار الخليج البحرينية: الأهمية الاستراتيجية لمناورات الحروب الافتراضية. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة المدى العراقية إن 24 تفجيراً وجريمة اغتيال طالت المحتجين في شهر ونصف في ذي قار. وقال الناشط المدني عدنان عزيز: لم تكشف القوات والأجهزة الأمنية عن المتورطين فيها، وهذا مؤشر على عدم الجدية في وضع حلول للحد من هكذا جرائم خطيرة. عنونت صحيفة القدس العربي: إقرار برلماني باكتظاظ السجون العراقية والطاقة الاستيعابية تصل إلى 4 أضعاف، والتشديد على أهمية الالتزام بالتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان دون المساس بكرامته أو تعذيبه ومراعاة عدم وقوع الخروقات. عنونت صحيفة الشرق الأوسط: اتهامات لبغداد وأربيل بالتقاعس عن حماية المتظاهرين، وذلك في التقرير السنوي الذي نشرته منظمة Human Rights Watch التي نقلت صورة قاتمة لأوضاع العراق عام 2020. قالت صحيفة العربي الجديد إن واشنطن تحاصر الحشد الشعبي بالعقوبات في خطوة تؤشر إلى تصعيد أمريكي حيال الجماعات المسلحة الموالية لإيران متورطين بجرائم وانتهاكات إنسانية وإعدامات ميدانية وخطف وتغييب وسرقة بدوافع طائفية. وفي عنوان آخر للعربي الجديد: انفجارات في مواقع لميليشيات عراقية في جرف الصخر. وتقول مصادر مقربة إن الانفجارات ربما تكون ناتجة من سوء تخزين الأسلحة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن تأجيل الانتخابات العراقية فرصة للكاظمي لبناء تحالفات تضمن بقاءه وتمكنه من الاستمرار في الواجهة السياسية. وأوضحت مفوضية الانتخابات أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في حزيران المقبل. عنونت صحيفة الزمان العراقية: مختصون يحذرون من توقف المشاريع وفقدان الملايين وظائفهم بانكماش الحركة العامة للبلاد وبداية مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية تلوح بالأفق، مما ينذر بعودة الاحتجاجات الشعبية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة. عنونت صحيفة أخبار الخليج البحرينية: أقفاص الحقول تحولت لمقابر، فيروس شديد العدوى يضرب العراق، حيث أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى نفوق عشرات الآلاف من الدواجن قرب مدينة سامراء. وما زلنا في أخبار الخليج البحريني التي قالت إن 5 فصائل شيعية تنسحب من الأراضي السورية وتعيد تموضعها داخل الحدود العراقية، وأن الضربات الجوية التي تعرضت لها تلك الفصائل أجبرتها على الانسحاب إلى داخل العراق. أكدت صحيفة الرأي الكويتية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعنف إيران لعملها على إنتاج معدن اليورانيوم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه ليس له نواحي مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة. قالت صحيفة القبس الكويتية إن مفاوضات بايدن طهران قاب قوسين، نقلا عما كشفته القناة 12 الصهيونية أن فريق بايدن شرع بالفعل في إجراء اتصالات مع إيران، موضحة أن الكيان الصهيوني يحاول إقناع الإدارة الجديدة بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وفي تقرير للدستور الأردني نقلا عن منظمة الصحة العالمية: العام الثاني للجائحة قد يكون أصعب. ويرى مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن العام الثاني لوباء فيروس كورونا قد يكون أكثر صعوبة من الأول، وأن زيادة انتشار العدوى كان نتيجة عوامل مثل الصقيع والاحتشاد داخل المباني وانتشار سلالات جديدة. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب لويس إقليمس في الزمان العراقية البحث جار عن وطن مفقود، ويتساءل الكاتب هل من حريص على وطن مفقود وضائع يطالب باستعادته ثوار الانتفاضة التشرينية الذين تتهمهم أحزاب السلطة بالتخريب وتصفهم بالمندسين وتدعو لوضع حد لثورتهم الباحثة عن وطن. ويضيف الكاتب لقد بدا واضحا للعيان ظهور أولى طلائع تشكيل أحزاب سياسية جديدة من إنتاج الأحزاب الفاشلة بهدف تضليل الرأي العام. وتكتب نورة صالح في القبس الكويتية ملامح سياسة بايدن تجاه أهم قضايا المنطقة. تقول الكاتبة يجمع معظم المراقبين تقريبا على أن ثمة تحولا شبه جذري في التوجهات الاستراتيجية العامة الأمريكية بعد حرب العراق، وأبرز ملامح هذا التحول هو تقليص التركيز الاستراتيجي لأمريكا في المنطقة لأسباب أهمها تراجع أهمية نفط المنطقة، فالولايات المتحدة يعنيها الملف النووي الإيراني والصراع العربي الإسرائيلي ومبيعات الأسلحة. أخيرا يكتب أشرف محمد في أخبار الخليج البحرينية الأهمية الاستراتيجية لمناورات الحروب الافتراضية، ويرى الكاتب أن تلك التمرينات تعد خارطة طريق مستقبلية للجيوش ليس فقط للتعامل مع أي تهديدات أمنية متوقعة، بل توظيف التطورات التي تتيحها الثورة التكنولوجية الراهنة، وهو أمر سوف يشهد المزيد من الاهتمام على المستويين القريب والبعيد. ستكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من المنامة الدكتورة انتصار البناء الكاتبة والناقدة الصحفية. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفتي عبر الهاتف من المنامة الدكتورة انتصار البناء الكاتبة والناقدة الصحفية. مرحبا بك دكتورة انتصار إلى هذا الحوار. مرحبا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك. نبدأ من ملف السجون والمعتقلين في العراق الذي يعاني من الشكاوى، وذلك لوجود قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان وتأخر الإفراج عن بعض النزلاء رغم انتهاء مدة محكوميتهم، وقلة الدعم المقدم في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والطبية للنزلاء، إضافة إلى مشكلة الاكتظاظ داخل السجون العراقية. ما التحديات التي تواجه واقع السجون والمعتقلات في المجتمع العراقي؟ مشكلة العراق مشكلة معقدة ومركبة وقاعدة تزيد مع مضي الوقت. المشكلة في النظام نفسه، ولذلك فيما يتعلق بالسجون ملف حقوق الإنسان أصبح من أعقد الملفات في العراق، أنه غير منضبط وغير مفهوم وغير معروف. لماذا تكتظي السجون بهذا العدد من الناس؟ أين القانون؟ أين جمعيات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، مؤسسات العمل المدني؟ فهذه الملف حل، لأنه لا ينطوي تحت أي نظام، ونظام بمعنى سيستم أو شيء ضابطة. فبالتالي في مشكلة في الدولة العراقية أن هي صايرة خارج النظام، خارج القانون، وليس هناك دور واضح للبرلمان أو للأحزاب السياسية. ما لم تتمكن الدولة العراقية بمكوناتها من استعادة مفهوم النظام وبنية النظام والعمل على ترسيخه ومأسسة كل الإجراءات، لن تحل أي مشكلة، ومن ضمنها مشكلات حقوق الإنسان واكتظاظ السجون بهذه الأعداد اللي تحولت السجون وكأنها مساكن شعبية أو عشوائيات، وهي في الحقيقة مؤسسة لضبط القانون ولكنها خارج القانون وخارج النظام. نعم. مختصون يحذرون من توقف المشاريع في العراق وفقدان الملايين لوظائفهم، حيث هناك انكماش في الحركة العامة للبلاد وبداية مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية تلوح بالأفق، وأن السياسة العامة ابتعدت عن واقع العراق كليا. ما الأسباب التي أوصلت العراق إلى هذا الواقع المرير؟ يعني أنا أجيب عن السؤال بسؤال،
وهو ما هو البرنامج السياسي والوطني للحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة والحكومات التي ستأتي؟ إذا لم يكن الملف الاقتصادي وملف المواطن العراقي لم يكن هو جوهر ومحور تلك المشاريع، فبالتالي لن أستطيع أن لا تستطيع الدولة أن توجه برنامجها الاقتصادي و المحركات الخاصة بإدارة موارد العراق الغني الثري وتوفير الوظائف الكريمة للمواطنين. ما لم يكن هناك برنامج سياسي واقتصادي واضح يقره البرلمان ويتابع وهو مبني على احتياجات العراق ومشكلاته منذ انهيار الدولة، لن يستطيع المواطن العراقي أن يجد وظيفة. أين هي الوظيفة؟ ثم أين هو الأمن الذي سوف يمكنه من خروج لهذه الوظيفة؟ على الدولة العراقية أن تبني مشاريعها وتبني برامجها الوطنية، وعلى البرلمان أن يتابعها ويحاسبها. ما لم يكن ذلك، لا يمكن أن نعرف أين تذهب ثروة العراق، وكيف يدار الملف الاقتصادي، وكيف ستلبى احتياجات المواطن العراقي. ننتقل إلى المشروع النووي الإيراني. دول أوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا عنفت إيران لعملها على إنتاج معدن اليورانيوم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه ليس له نواحي مدنية وإنما ينطوي على جوانب عسكرية خطيرة. ما تأثيرات البرنامج النووي الإيراني على دول المنطقة؟ طبعا تأثيرات خطيرة جدا، والتأثير الخطورة تنبع من أن هذه المنطقة أساسا ليست منطقة نووية، ليست فيها ترسانة نووية، وأيضا ليست منطقة حتى مصنعة للسلاح. والمعادلة تصبح أن كل ما نشطت إيران في تخصيب اليورانيوم وفي بناء ترسانتها النووية، أدى ذلك إلى زيادة استيراد السلاح في هذه الدول، وكأن الدول وتصبح المنطقة كأنها على أعتاب مواجهة وعلى أعتاب حرب. ربما يعني ربما هي افتراضها بعيدا، يعني من عام إلى آخر نقول أنه قد تكون مواجهة قريبة، قد توجه ضربة لإيران، ولكن هذا لم يحدث حقيقة. والسبب هو النشاط الإيراني في مجال بناء سلاحه النووي. هذا يستنزف المنطقة أمنيا ويستنزف اقتصاد المنطقة فيما لا ينفع. الاقتصاد يجب أن يوجه لخدمة المواطن في إيران وفي الخليج وفي المنطقة العربية، توفير التعليم الجيد، التنمية الجيدة، الصحة الجيدة، وليس لبناء المخاوف وما يساعد في بناء المخاوف وما قد يؤدي إلى لحظة انفجار غير متوقعة. فيما يتعلق بالنزعات الانفصالية، هي ظاهرة عالمية لم ينجح منها أي مشروع لحد الآن. ما تفسير هذه الظاهرة برأيك؟ لها تفسيرات كثيرة جدا. احنا لو ناخذ مثلا تفسير فلسفي، وهو الآن نحن نعيش في تعمق وفي خضم فلسفة ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة تركز على الهويات الفرعية، احنا دائما نسمع التنوع الثقافي والقبول بالآخر، وهذه الشعارات بدأت تطبق بتطبيق إلى حد ما في سوء استخدام. فبالتالي مكن الهويات الفرعية من التعبير عن ذاتها ومن استحضار تاريخها بآلامه ومعاناته والحروب السابقة، مما جعل لها طموح في الاستقلال مرة أخرى. لم تنجح كثير من هذه الدعاوي، لكن أنا خلينا نشوف في الوطن العربي نجحت تجربة، نجحت في الانفصال وهو انفصال جنوب السودان، لكن التجربة في حد ذاتها لم تنجح، لم توفر دولة السودان أي فرصة جيدة تعبر عن طموحات الشعب الجنوبي، بل إن بالعكس يعني ضاع جنوب السودان وهو الذي حظي بالنصيب الأكبر من الثروة ودخل في صراعات مختلفة. هناك أيضا مشروع الدولة الكردستانية، صحيح أنها حصلت على الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي في العراق، لكن الطموح هو كردستان الكبرى. هذا المشروع يثير مخاوف الدول المحيطة. هناك عندي أيضا مشروع جنوب اليمن. هذه المشروعات
بسبب طبعا الأزمات السياسية، بسبب التاريخ، بسبب أيضا تحالف بعض القوى داخل هذه المشاريع الانفصالية مع قوى خارجية، مع منظمات، مع مشاريع خارجية بين فترة وفترة تلوح وهي موجودة يعني تحت الرماد، لكنها لا تنجح لأنها ليست مبنية على مشروع وطني ولا تحقق الهدف الذي يخدم المواطن. هي فقط حالة نرجسية، حالة لإعادة الاعتبار للذات. وحتى التجارب الموجودة في العالم مثل رغبة اسكتلندا ولا إقليم كاتالونيا في إسبانيا، لأن المشروع غير ناضج ولا يحقق طموحات المواطنين، لذلك هو مضطرب، هو يملك طموحاته وقوته النرجسية، لكن لأنه ليس على أسس فهو صعب التطبيق. والنموذج الذي طبق في الوطن العربي للأسف الشديد كان نموذج سيء جدا، وخسارته كانت فادحة للسودان شمالا وجنوبا. دكتورة، ما المخاطر المترتبة على عالمنا العربي في ظل الصراع الأمريكي الصيني؟ علينا أن نفهم ما هو طبيعة هذا الصراع. هو صراع تطورت فيه مفاهيم الهيمنة وتطورت فيه مفاهيم الحروب. لم تعد الصراع على الهيمنة بالقواعد العسكرية وبالصواريخ، بل بالربط الاقتصادي. والآن الأخطر من ذلك كله هو حرب المعلومات، حرب الديتا. هذه الشركات الكبرى سواء في أمريكا أو في الصين تقوم على تجميع بيانات المشتركين، يعني إذا بتسجل في سامسونج ولا في هواوي ولا في أبل ولا في جوجل، تسجل كل بياناتك، وهذه البرامج ترصد كل حركتك. من يملك المعلومة هو من يملك القوة. من يملك القوة هذه عن طريق المعلومات هو الذي يملك الهيمنة. فهي حرب هيمنة. المؤسف أن احنا في الوطن العربي خارج إمكانيات هذه الحروب، لا نملك أدواتنا، لا نملك مشاريعنا، لا نملك تقنيتنا، فنحن مستقطبون وفرحين احنا بالاستقطاب، ناس مع أمريكا، ناس مع الصين، في النهاية احنا الخسرانين. ما لم نوجد بديل. هذه المشاريع تتجاوز الدول، هذه الهيمنة تتجاوز الدول وتتجاوز هيمنة الدولة. ما لم نفهم نحن في الوطن العربي حقيقة هذا الصراع وحقيقة الشركات التجارية والتقنية التي الآن هي التي تهيمن، نحن مقبلون على خطر عظيم سوف يعمق مشكلة تفكك الدولة وخروجها عن النظام في الوطن العربي. لأن إحنا الآن تجاربنا نحن في الوطن العربي نسير في اتجاه تفكك الدولة، يعني إحنا كنا نتكلم عن التحول من الدولة القطرية إلى الوحدة والتكامل، نحن الآن قاعدين نخسر الدولة القطرية ونخسر النظام السياسي. فهذا المشروع، الحرب هيمنة المعلومات والحرب بين الصين وأمريكا، هي تطوير لخسارتنا لمفهوم الدولة ومفهوم النظام. فإن لم نفهمه ولم يكن لنا مشاريع وموقف منه، يعني إحنا فعلا في خطر عميق، خطر كبير فعلا. نتحول إلى جائحة كورونا، حيث يقول مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن العام الثاني لوباء فيروس كورونا قد يكون أكثر صعوبة من الأول، وإن زيادة انتشار العدوى كانت نتيجة عوامل مثل الصقيع والاحتشاد داخل المباني وأيضا انتشار سلالات جديدة لهذا الفيروس. كيف سيتعايش العالم في العام الثاني لكورونا؟ والله أنا يعني رأيي بصراحة أن منظمة الصحة الدولية فشلت في إدارة ملف كوفيد 19 اللي تحول إلى كوفيد 20. والمشكلة أن هي مع فشلها عممت البروتوكولات الخاصة بمعالجة هذا الوباء وفرضتها على الدول. أنا الآن أرى بعد مرور عام كامل على تفشي الوباء، وبعد أن أنتج العالم 5 6 7 10 تطعيمات ومضادات، أن نقول أن العام 21 هو أسوأ من 20، هذا يستدعي أن نعيد النظر في البيانات وفي إدارة المنظمة للملف. أن الكلام الذي تفضلت به
إنه بسبب التجمعات وال يعني المعالجة اللي اتبعتها المنظمة كانت معالجة اجتماعية واقتصادية، ولم تكن معالجة طبية. إن أنا أعمل إغلاق وتباعد اجتماعي، لا يمكن إن أنا أبعد بين الناس وإن أغلق اقتصادهم ورزقهم لأكثر من عام. من أين سيعيش الناس؟ كيف سيتواصلون؟ إحنا سمعنا قصص مؤلمة، يعني حالات الإغلاق اللي حصلت في الكريسماس ورأس السنة مثلا في الدول الأوروبية، ويعني في أسر لا تلتقي إلا في هذه المناسبات. إحنا في عالمنا العربي في أسر صار لها عام كامل لم تلتقي، لأنه في الصيف أغلقت الطيران، وفي دول كثيرة كانت تغلق حدودها، ففي ناس صار لهم عام كامل من المهاجرين والعمال الموظفين في الخليج وخارج الخليج لم يلتقوا بأهلهم. هذا ليس علاجا للكورونا. صار عندنا، أعتقد أن العالم أصبح عنده الآن بيانات ومعلومات كثيرة، يجب أن يعاد تقييم الموقف ويعاد دراسة الأمر وإيجاد حلول أكثر نجاعة وأقل ضررا بالناس من البروتوكولات اللي تتبعها المنظمة. وأعتقد أن هذه مسؤولية الدول، لأن بدأ يضر في اقتصاد كل دولة على حدة، بدأ يخلق مشاكل اجتماعية في كل دولة على حدة، ولم نتمكن من حصر الفيروس ولم نتمكن من حل المشكلة. إذن ماذا استفدنا غير الأضرار فقط؟ برأيك هل الواقع الصحي العربي كان بمستوى المسؤولية بشأن جائحة كورونا؟ أنا أكيد أنت راح تتفاجأ أستاذ إذا قلت لك إن إحنا كنا من أفضل الدول في هذا الجانب. ليش؟ لأن إحنا التزمنا بالبروتوكولات. أنا تقييمي للمستوى الصحي في الوطن العربي سوف يتفاوت. هناك دول عندي متقدمة جدا، يعني مثل السعودية، ومثل السعودية اللي الآن أنتجت لقاح سعودي بالكامل، ودول أخرى طبعا أساسا الوضع الصحي متدني جدا. ولكن الدول العربية التزمت بالبروتوكولات، عملت إغلاقات، عملت تباعد اجتماعي. يعني إحنا دولنا من أكثر الدول اللي كانت تعمل فحص عشوائي، من أكثر الدول الآن التي تقدم التطعيم لمواطنيها. إحنا أكثر من أمريكا ومن أوروبا. ففيما يتعلق بالتزامنا بالبروتوكولات التي أقرتها منظمة الصحة الدولية، فإحنا من أفضل الأقاليم في تطبيقها. ولكن إذا بقيم المستوى الصحي في الوطن العربي بشكل متباين بعيد عن الكورونا، هذه مسألة أخرى. المشكلة أنا من وجهة نظر اللي مؤمنة بها أن المعالجة التي تطبق الآن للكورونا هي معالجة غير صحيحة، تقوم على معالجات اجتماعية ولا تقوم على معالجات طبية. وفي النهاية حتى الأطباء، يعني حتى المختصين في الطب، هم يقولون أن هذه كلها عائلات إنفلونزا، والإنفلونزا لا يمكن أن تحصلها لأنها تنتشر في الجو، فطبيعي تطلع لك سلالات جديدة، طبيعي أنها تنتشر. إذن أنا كيف أعالج؟ لازم أشوف من المتضررين، متضررين نسبة قليلة، أضع حل للمتضررين صحيا. أأكد على إجابتي أنه حسب اللي تابعته أن الوطن العربي من أكثر الأقاليم اللي كانت أكثر تجاوبا وتفعيلا لبروتوكولات كوفيد 19، ولكن هذا ما له علاقة أساسا بمستوى الخدمات الصحية ومستوى التقدم الصحي في الوطن العربي. لا علاقة بالاستجابة مع المنظمة فقط. نعم. رافقت جائحة كورونا طريقة التعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات. برأيك هل أثبتت هذه الطريقة نجاحها في عالمنا العربي؟ ولا في العالم الغربي أثبتت نجاح. يعني حتى صارت في مشكلة في بريطانيا لشهادة A-level وA-level 2، لأن أنت تطلع عندك مشكلة التقويم. بعدين أنا أساساً الطالب عندي مو فقط يتلقى معارف، أنا بالذات عندي في الصفوف الدنيا، صف الأول الثاني الثالث والصفوف الحضانة ما قبل التعليم، هؤلاء يستفيدون من المدرسة في أن هم يتعلمون الحياة الاجتماعية، كيف يتعامل مع الكبير، مع الزميل، مع الآخر. فهو يعني كان بديل جيد أنه لا يتوقف التعليم 100%، لكن أنه هو تعليم ناجح وجهة نظري أنا لا. نعم. في ختام اللقاء أشكرك دكتورة انتصار، الشكر الجزيل. شكرا جزيلا أستاذ. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.